تيم ستريت سوق تجاري سنوي بتارودانت يقام في 15 من رمضان من كل سنة. ما يميزه هو أنه سوق خاص بالنساء منذ القدم، إلا أن التحولات الاجتماعية للمجتمع الروداني عصفت بهذه الخصوصية منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبح للرجال نصيب منه أيضا. كنت تعمل التنصيت في جامعة كبير في المدينة الداخل، وعامين هذه كاينه كتعمر هنايا رسمتو مشي الحركة رحمنا الله وشكرنا. كيشرو فيه العيالات هما اللي كانوا كيشرو بزاف، وكيديروا ديك الحفلة وكيعودي يلعبوا بتعرج داكشي، ودوك كل شيء مخلطين فيه الناس. التمصريت هذا الموعد السنوي الذي تعرفه تارودانت يوم منتصف رمضان من كل سنة، هو في الأصل ارتبط بإحياء ذكرى الشيخ التلمساني بحي سيدي حسين، بحيث كانت تجتمع النساء من الأقليم كله للاحتفاء بهذا الولي الصالح، وتدريجيا نشأت حول هذا الضريح وبزقاق الزقاق الرئيسي بحي سيدي حسين نشأت في الأصل سوق نسائية تعرض فيها النساء منتوجاتهن، وتأتي زبوناتهن من النساء للاشتراء من كل أنحاء الإقليم. موسم تجاري شكلت على الدوام ساحة باب حسين مركزا له، فنقل خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة باب الخميس لاستيعاب الكم الهائل من الباعة والعارضين. فرصة للإنتاج باش نخرجوا الإنتاج ديالنا ونبينوا الصفة ديالنا كجمعيات ونديروا المكان ديالنا في السوق ويعرفونا الناس ونتعرفوا على الناس، يعني كيفاش باش نروجوا السلعة ديالنا. يعني المعارض هما فرصة لنا وفرصة للجمعيات كاملين. هذا سوق جديد، هذا في المنطقة هنا تاع باب الخميس، حيت كانت تمصريت هنا كانت في داخل المدينة كانت محصورة شوية ومضيقة، فجابوها لهنا من الأحسن. بدأ تطور شوية هذا المعرض الثاني عندها، إذا كان الإشعاع شوية راه بيكون أحسن. موسم تمصريت محطة تراثية متميزة تختص بها مدينة تارودانت، أضحى مقصد التجار من كل مكان، وشهد تغيرات كبيرة في خصوصيته اعتبرها البعض اعتداء على ذاكرة المدينة التاريخية.